صفحة ورا صفحة تاخذني للفرحة، كتابي بيداني أخفى عليه واصحى، كلماته تأسرني وحروفه تسحرني، المعنى في كتابي جميل ويذهلني، جميل ويذهلني. الله الله حلمي ابتدى صبحة، صفحة ورا صفحة تاخذني للفرحة. يا نور وينك وين رحت، وكتابي وين وين راح، بين المنام والصحوة حلمي رحل ويا الرياح، يا خوفي ما تعلم وباجر أكيد أندم، ويا خوفي ما تعلم وباجر أكيد أندم. وأطوف الأيام من غير ما أحلم، كاهو 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 اللي لقيت. مشاهدين مرحبا بكم في فقرة ديوان المواهب ديوان الشباب، واليوم معاي أخوي العزيز الأستاذ فواز العنزي. مرحبا فواز. يا هلا يا مرحبا فيك. شرف وتواجدك معي. يزيدني شرف. طول بعمرك. فواز رقش فضل. عالم يقرأ. اي نعم. ايش قصته؟ رقش، أول شيء خل أقول لك شنو معنى رقش. يلا. رقش هي الزخرفة والزينة الجميلة. اقتبسنا هذا الاسم لأن احنا مشروعنا مشروع تطوعي ويهتم في الجانب الثقافي والتربوي. حلو. رقش احنا نجمع الكتب ونعيد توزيع حق الناس اللي يحتاجونها. يعني كتب، اي كتب مدارس؟ جميع انواع الكتب، حتى الكتب مدارس. اي نعم، كتب مدارس، كتب تعليميه في اي مجال معين، كتب انجليزيه، كتب عربيه، كل انواع الكتب. بدينا مشروع رقش السنه اللي طافت. احنا طلعنا من برنامج اسمه برنامج البروتيجيز. البرنامج هذا انضم فيه 24 شخص. من البرنامج طلبوا منا نسوي مشروع. المشروع هذا احنا اللي نأسسه، نجيب له رعاياته، نهتم فيه، نبنيه من الصفر ليه لما يكبر. فاجتمعنا اجتمعنا احنا 24 شخص ما شاء الله، اللي انضمينا حق برنامج البروتيجيز. وهذا برنامج وهو يهتم في تنمية المواهب الشابة وتدريبهم، ويعني صقلهم في كذا مجال. فاجتمعنا احنا 24 شخص، قلنا خلنا نسوي فكرة تفيد المجتمع، فكرة ما تكون ربحية، فكرة تطوعية، فكرة تساعد الناس المحتاجة. فكل واحد قدم راية، قدم اقتراح. بالنهاية عقب ما قعدنا نفكر قلنا خلنا نسوي هذا المشروع. بدينا في المشروع قاعد نجمع الكتب من الناس. شلون بلشنا تجميع الكتب؟ كنا حاطين هدف انه بس نبي نوصل حق 2000 كتاب، توقعنا انه ما راح نلاقي هذا التفاعل الكبير. لكن الحمد لله اليوم احنا وصلنا حق اكثر من 30,000 كتاب عندنا ما شاء الله. ف 30,000 كتاب جمعناهم من خلال أجهزة سويناها بنفسنا، صنعناها. هي عبارة عن تقريبا كأنه صندوق من الخشب تحط فيه الكتاب، وحطينا الكتاب هذا بكذا مجمع، بكذا جامعة، بكذا مكان عام. وكنا كل ما يفول الكتاب، كذلك برضو المعارض، معرض الكتاب، وكل ما يفول الصندوق عفوا ناخذ هذا الكتب ونحطها عندنا في المخزن، لغاية ما وصلوا حق 30,000 كتاب. وكنا بعد كذلك مو بس نعتمد على ال، وين حطيتوا الأماكن هذه؟ حطيناهم بالمجمع الأفنيوز، حطيناهم برضو المعارض، حطيناهم في جامعة الكويت، حطيناهم في الجامعة الأمريكية، حطيناهم في وايد أماكن عامة، بمساحة 13، بالإليفيشن برجر، وايد أماكن. وكنا يعني بين فترة وفترة نحطه من مكان ودي حق مكان ثاني عشان يعني أكثر عدد من الناس يقدرون يتبرعون فيه. وكنا كذلك نمر ناس ببيوتهم، يعني أعضاء الفريق اللي يقدرون يمرون الناس، كنا اللي يدق علينا حاطين أرقامنا، حاطين أكاونتاتنا، فاللي يدق علينا مر البيت ناخذ الكتب هذا منه. عقب ما ناخذهم نحطهم في المخزن ونتجمع كم يوم في الأسبوع نقعد نفرزهم، نحط مثلا الكتب العربية بصوب، الإنجليزية بصوب، كتب مثلا في مجال معين بصوب، المجال الثاني بصوب، نرتبهم نفرزهم. وعقب ما خلصنا هذه المرحلة الحين بلش الدور اللي نبي نوزعهم. فودينا الكتب هذه حق 3 أماكن رئيسية حق برا الكويت،
سوينا برا الكويت حق برا الكويت. اي نعم. وداخل الكويت؟ داخل الكويت للحين ما سوينا توزيع داخل الكويت. لكن الخطه الحاليه قاعد نودي الكتب يعني. ليش برا الكويت فواز؟ لان الحمد لله الشعب الكويتي مو محتاج يجي له كتاب مجاني. احنا عندنا استعداد يعني نوزع هذه الكتب، ما عندنا اي مشكله. لكن مو قاعد نشوف الناس اللي يطلبون الكتب هذه يعني. الحمد لله قاعد نوصل حق مرحله الناس قاعد يعطونا كتب، فقلنا خلينا نوديهم حق مشاريع برا يحتاجون هذه الكتب. فرحنا حق الاردن، حق مخيم الزعتري ومخيم الزرقاء، مخيم اخواننا اللاجئين السوريين هناك. هناك في مدارس بنيتها الكويت، وفي مدارس بنينها يعني مختلف الدول، لكن تنقصها المكتبات. فرحنا وزعنا كمية كتب على الأطفال اللي هناك، منها قصة أطفال، منها كتب تعليمية، وزعنا على المدارس، على الفصول الدراسية. ما شاء الله. ورحنا بعد حق القاهرة. القاهرة زرنا فيها دار الأيتام، وهذه يعني الشغلة اللي يعني الحمد لله تركنا فيها بصمة. بنينا مكتبة بنفسنا بدار الأيتام، مكتبة كاملة. من كم واحد رحتوا مصر ولا جي؟ كلكم 24؟ لا ما كانوا 24، يعني مثلا رحلة يكون فيها 10، رحلة ثانية مثلا 8، حسب اللي يقدر. احنا في عندنا شباب وبنات مسافرين يدرسون برا، في بعضهم اللي توه متوظف وما يقدر يعني يسافر ياخذ إجازة، في طلبة ثانوية، فكلنا يعني بعمر تقريبا من 17 سنة ل 25 سنة، فاللي ظروفه تسمح لنا يسافر كان يسافر. وكذلك في بعد مجموعة زاروا الهند وراحوا كذلك حق دار أيتام هناك، قدموا لهم هذه الكتب. وإن شاء الله المكتبة اللي في القاهرة في دار الأيتام جاهزة، وراح أروح لها الشهر الجاي، راح نأثثها بالكتب. وهذا الحمد لله، هذه بعض الإنجازات، وإن شاء الله القادم أكثر إن شاء الله بإذن الله. من يدعمكم ماديا فوز؟ الدعم المادي في البداية كان عندنا مجموعة من الشركات، سواء ترعانا ماديا أو في شركات ترعاكم. إيه نعم. مثل أذكر بعض الشركات، إليفيشن برجر، تاب، الأفنيوز، مساحة 13، ميداس، كواليتي نت، اليونسكو، بنك برغان، كيبكو. لكن في رحلات رحناها على حسابنا الخاص. احنا سوينا 5 رحلات، 3 رحلات حق الأردن، ورحلة حق الهند، ورحلة حق مصر. رحلة واحدة من الأردن كانت برعاية بنك برغان، ورحلة الثانية إن شاء الله حق القاهرة بتكون برعاية الآلة المرزوق. أما الرحلات الثانية كانت على حسابنا الخاص. ممتاز. نبي نشوف صور فواز قدامك ورح نعلق على تعلق عليها. عطني اياها مخرجة تكرمت. هذه؟ اي نعم. هذه صورة كانت في الأردن في مخيمات اللاجئين، كنا نحط الكتب ونوزعها على الطلبة في المدارس. الصورة اللي بعدها كذلك، هذه في الأردن. في الأردن لاجئين السوريين. نعم. الله يفرج عليهم إن شاء الله. ما شاء الله. هذه الصورة في دار الأيتام في القاهرة. شوف تلقي الأطفال هذول لما تعطيهم الكتاب. والله العظيم أنا بقول لك، إن شاء الله بكون صريح وياك، أول ما سوينا المشروع إحنا كنا 24 واحد، فأنا واحد من الناس اللي كنت أقول يعني ما حد يبي كتب، ليش نوزع كتب؟ خلنا نوزع شغلات غير كتب. صحيح. بس عقب ما رحت هناك وشفت يعني لدرجة إن ياهال يطقون بعض يتهاوشون عشان يأخذون كتاب، تلاقي دور من هني لهناك ونوصل لآخر الدور كتب مخلصة. فشيء انصدمت منه، ما توقعت في اقبال. اي يعني ماك يعني الحمد لله على الوضع اللي احنا فيه. اللي يروح برا ويشوف دار الايتام في مصر ولا في الهند ولا اللاجئين السوريين اخواننا في الاردن، يعني حتى الكتاب اللي احنا هني نقطع عقب ما نخلص من المدرسه، اللي ما نهتم فيه نشخبط عليه نشققه، يمحهم حافظ عليه بالضبط. بس هذا اللي نبي. الكتب يعني ما شاء الله في عندنا عدد طلبة كبيرة في الكويت، سواء في المتوسط ابتدائي الجامعة ثانوي. أجود الكتب، أجود الطباعة، غالية جدا. نعم. يعني فبدل تخلص من المدرسة وتقطهم احنا ناخذهم منك. صدقت. نشوف الصورة بعدها. هذه كذلك في دار الأيتام في القاهرة. بعدها هذه الصورة في الأردن. بعدها هذه في الأردن. هذه في الأفنيوز سوينا حملة، مثل ما تشوف ورا هي الـ يعني الجهاز اللي احنا سويناه،
اذا تلاحظ فيه بعد بالازرق بس الكتب ما شاء الله مطي عليه صاير نفس الزحلاقيه، حطيناه عشان حتى نحمس الاطفال انهم يحطون كتب، لما يحط كتاب داخل يتزحلق فكانها تصير فيها نوع من المتعه اللي حاب يتبرع. وتقريبا ما شاء الله شبه مفوله في اول يوم حق الحمله. انتهى وياي فوز، انت ما شاء الله عليك، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. امين اجمعين ان شاء الله. الكلمه الاخيره تقول شيء؟ الكلمه الاخيره احث الناس اللي عندهم كتب انهم يتواصلون معنا على حسابنا في الانستغرام رقش كي دبليو ار اي كيو اس اتش كي دبليو، او الاتصال على 9274929. فواز انت يعني ما شاء الله عليك، اسال الله يوفقك، تنفع مثيرك وطالتك حلوه وابتسامتك ان شاء الله نكون زميل لك في المستقبل. والله تستاهل فواز واحسن مني ان شاء الله باذن الله، بس ان شاء الله تاخذ الفرصه الكامله. يعطيك العافيه. هذا برنامجك، مشاريعكم كلها، في شيء جديد تبونه عندكم فريق الاعداد واحنا مستعدين. ما قصرت وفقرتكم يبي لك وقت اكثر، لان هناك كثير من الاسئله ما سالتك اياها، لكن كمان اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والجايات اكثر ان شاء الله. قواكم الله، يعطيكم العافيه. شكرا لك على حضورك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. اعزائي المشاهدين، انتقل الان الى فقره برنامج وجه لوجه مع الدكتور هشام ابو الجبين وحديث عن زراعه الاسنان، وباذن الله راح نفتح الاتصالات، نتلقى كل اتصالاتكم والإجابة على كل استفساراتكم. فاصل وارجع لكم. تاخذني للفرحة، كتابي بيداني أخفى عليه وصحة، كلمات تأسرني وحروف تسحرني، المعنى في كتابي جميل ويذهلني، جميل ويذهلني. الله الله، حلمي ابتدى صبحة، صبحة ورا صبحة، تاخذني للفرحة. يا نور وينك وين رحت، وكتابي وين وين راح، بين المنام والصحوة حلمي رحل ويا الرياح، يا خوفي ما تعلم وباجر أكيد أندم، ويا خوفي ما تعلم وباجر أكيد أندم. آه الطوف الأيام من غير محلم، كاهو كاهو كاهو.